شرح بالي. بارك الله فيك. بصح الله الطريق اللي صح انت الدنيا انكور سور لي بي لا لا تربي التقيت بسيد رئيس الجمهورية لتسليمه تقرير متعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية ودار الحوار أساسا على الحديث عن الأعداد للإصلاح الانتخابي القادم على ضوء التوصيات اللي تم تحريرها على ضوء التجربة في 2014، وشيء ثاني بطبيعة الحال حديث عن كيفية الأعداد للانتخابات التشريعية والبلدية باعتبار أن هناك إطار قانوني يجب العمل عليه منذ الآن وعلى جميع الفاعلين السياسيين إذن المشاركة في الأعداد حتى نتمكن إذن من إنجاز هذه الانتخابات وتنظيمها في أفضل الظروف في سنة 2016.